كنيسة رقاد السيدة العذراء للروم الأرثوذكس في محافظة المفرق. هذا المكان العامر نصل إليه اليوم ضمن حلقات كنيستي لنتعرف وإياكم على نشأتها وتاريخها البهي. يا كنيسة يا مجيدة، أنت هي بيت الله، فيك نلتقي الإله ونستمد منه الحياة. كنيسة رقاد السيدة العذراء تبعد عن العاصمة الأردنية عمان ما يقارب 70 كيلو مترا من الشمال الشرقي في محافظة المفرق. بنيت عام 1965 على أنقاض الكنيسة القديمة المبنية من الطوب الطيني. يبلغ طولها 20 مترا وعرضها 11 مترا وارتفاعها 5 أمتار. قام ببنائها الأب أيوب عويس في عهد جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، وببركة غبطة البطريرك فينيديكتوس الأول. تمتاز الكنيسة ببنائها على شكل شبه سفينة، والتي ترمز لانتقال المؤمن من الحياة الدنيوية إلى الأبدية. تحوي الكنيسة من الداخل على مجموعة مميزة من الأيقونات القديمة والحديثة، وأهمها نسخة طبق الأصل من أيقونة فلاديمير الأثرية العجائبية لوالدة الإله، كما تحوي على جرس قديم كان موجودا في كنيسة القيامة ويعود عمره لأكثر من 100 عام، أحضرته لجنة الرعية في عهد مثلث الرحمات البطريرك فينيديكتوس الأول. فيك نعرف الوصايا ونعشق الصلاة، أنت هي ومن أبرز الكنوز المحفوظة داخل الكنيسة مجموعة من الكتب المقدسة تستخدم للصلاة، وكذلك أواني مقدسة للمذبح يعود تاريخها إلى عام 1888. الأب ديمتريوس السماوي راعي الكنيسة حدثنا عن الرعية وتاريخها بإسهاب فقال: بداية تجمع المسيحيين كان تقريبا في منتصف القرن العشرين، عندما جاءوا المسيحيون لكي يعملون في خط التابلاين، خط البترول الموجود كان يمتد من العراق لغاية شواطئ فلسطين، والذي لم يكن له النجاح بسبب الظروف التي حدثت في 48 و 67، فلم يكتب النجاح لهذا الخط البترولي. كان كثير من المسيحيون قد جاءوا من عدة مدن من الشمال ومن الجنوب ومن الوسط، وسكنوا في مدينة المفرق في ذلك الوقت. كان أول بناء لكنيسة للروم الأرثوذكس في المفرق كان نحو تقريبا سنة 1940 ميلادي. كانت الكنيسة مبنية من الطوب الطين، وكانت كنيسة وأيضا في بجانبها مدرسة لخدمة أبناء الرعية. ثم الكنيسة لم تعد تفي بحاجة أبناء الرعية نظرا لوجود عدد لا بأس به من أبناء المسيحيين في محافظة المفرق، فصار الاتجاه إلى بناء هذه الكنيسة الموجودين نحن فيها الآن، والتي بنيت سنة 1965 ميلادي. في هذه الكنيسة التي تقع على دنم من الأرض فيها بعض المرافق والخدمات، بعض القاعات، وكذلك لخدمة أبناء الرعية وبعض الصفوف لخدمة طلاب مدارس الأحد.
رعية المفرق للروم الأرثوذكس يبلغ تعدادها بما يقارب 800 فرد سواء كانوا رجال أو نساء أو أطفال. عدد المسيحيين في المفرق يقارب من 2000 شخص مسيحي في محافظة المفرق. في عدة كنائس بتخدم المسيحيين في محافظة المفرق مثل رعية اللاتين ورعية الروم الكاثوليك، بالإضافة لرعية الروم الأرثوذكس التي تخدم أبناء المسيحيين في هذه المحافظة. بناء الكنيسة يعود إلى سنة 1965 في عهد المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال. في عهد البطريرك بنديكتوس بنيت هذه الكنيسة، وكانت بتبرع من البطركية، وأيضا قامت في بناء مدرسة لخدمة أبناء الرعية، لكن للأسف هذه المدرسة لم يكتب لها النجاح والاستمرارية، وكذلك كانت تحتوي على بعض الصفوف للتدريس والتعليم الطلاب. نأمل في المستقبل أن يكون لدينا قطعة أرض أكبر مساحة لكي يكون هناك بعض المرافق من قاعات وكذلك صفوف، حتى عندنا أمل أن يكون لدينا مدرسة تهتم بأبناء الرعية وأبناء المفرق، خاصة مدرسة مميزة تقوم على التعليم بحسب الطرق الحديثة وأيضا للتوعية وكذلك تعميق الانتماء للكنيسة والوطن. قام الأب ديمتريوس السماوي بإنجازات عدة، أهمها بناء قاعات جديدة مجاورة للكنيسة لتقام بها أنشطة وفعاليات الجوقة والشبيبة ومدارس الأحد. ولا ننسى وجود جوقة كنيسة رقاد السيدة العذراء ونشاطها الدائم في محافظات المملكة التي نبعت من قلب الكنيسة على يد المرتل الأول في شمال الأردن الدكتور رامي سماوي، حيث تعد من أوائل الجوقات الأرثوذكسية في الأردن وتقدم باقات مميزة من الألحان البيزنطية في كل موسم. جوقة رقاد السيد العذراء قد أقامت أيضا بعض الأمسيات وشاركت في بعض القداديس الإلهية خارج الأردن، في كان هناك أمسية برعاية صاحب الغبطة البطريرك ثيوفيلوس في مدينة رام الله، وكذلك كان في هناك بعض إقامة القداس الإلهي في قبرص، وهناك أيضا دول أخرى خارج الأردن قد تم إقامة بعض الأمسيات والترتيل في خارج إطار المملكة الأردنية الهاشمية. نشاطات طلاب مدارس الأحد وأيضا لها من العمر تقريبا ما يقارب 20 عاما التي ترفض الكنيسة بالشخيرة الشباب الذين كانوا أطفالا صغارا ونشأوا وتربوا هنا في هذه الكنيسة، وكانوا صاروا شبان وشابات يخدمون الكنيسة يخدمون الرعية. أما بالانضمام إلى الجوقة أو بالانضمام إلى الخدمة أو للعمل الرعوي، كل هذه الأمور سواء كانت الجوقة أو الأخوية أو طلاب مدارس أحد أو الشبيبة، كلياتنا جميعا نعمل لخير الكنيسة وأيضا لخدمة الرعية. الكنيسة تحوي بعض الكنوز المهمة جدا والتي نحافظ عليها، من هذه الكنوز بعض الأيقونات القديمة وبعض الكتب الطقسية القديمة التي تعود إلى أكثر من 100 عام، وكذلك الكنيسة تحوي بعض القطع الخشبية التي حافظنا عليها أو بعض الأواني النحاسية التي موجودة في هذه الكنيسة وقد تعود إلى أكثر من 100 عام موجودة في هذه الكنيسة. قبل 3 سنوات أو 4 سنوات حصلنا على ذخيرة أحد القديسين المعروفين وهو القديس يعقوب الحمطوري، حيث قمت في زيارة إلى دير حمطورة، وفي بركة الأب بندليمون رئيس الدير قد حصلنا على ذخيرة من عظام القديس يعقوب الحمطوري الذي استشهد في دير حمطورة للعذراء مريم، وقد حصلنا على هذه الذخيرة وهي موجودة في الكنيسة ودائما موضوعة على المائدة للتبرك منها. في تعاليمك المضيئة أنت سراج في كل ضيق ملجئي في